maalinta jumcada u degdeg akhrinta labadan suuradood hal hal mar akhri kadibna biidnillaah ku bishaareyso oo sug bishaarada inay kuu rumowdo riyadaada iyo rajadaada inta aad nooshahay bismi illaahi araxmaan araxiim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بألف خير وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم وإن يرزقكم الله بفيض حسناته آمين يا رب العالمين ولا عليك مسلمين تأحو واتكم أسنتهين وانا أمين سنة مر والبا وانا أمين سنة هاي إناتهين كو خير كإيوناك جعل كو مر والبا ودكدك يعني إني يعني كتر تمان خير كأي وناجة سيدي يعني أصو قرتين صلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أد كمان تجا وجبو حسين واتكم هسنتين لكن كم في الناس ديتا يبقال إميلاس حيا أبعان تعي إن لجارسيو إلا كمانان لجارسي وانا جارسي كرتان أود ذي والذين قف كاستادو تمان مر وصلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ساقره waxay ka dhigantahay kacaan weyn oo lagu xusayo lagu weynaynayo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ajirna waad ku helaysaa oo boqolaal ku gaaraya ilaahay ha naga aqbalo camalka dartiisana aan u qabano marka komantiga ku soo qora salliga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam allahuma salli calaa maxamed wacalaa aali maxamed inta aad soo qortid koobi ka samay komantiga toban jeer lay ku soo koobi garay mar kale xataa ma qoraysa hal mara koobiyine تمجر أي بوست سودهيسا إن شاء الله وحول اسمها حقيقة وحلقي يابا إن الجنك وكشد وحلقي يابا إن الله شاهد أننا يكون بدلت هدي الله درتي أسميسد وي خالص كاتاي ستوتوس أني كاهين يعني سكال كاهين ودما سنتين هدي مقالك تمجر أن نبي محمد كسر لذو تمجرنا أشير غريسو أجر كيد لبيلي كارو هدي الله يكساتو جعلاتنا ووناقو جعلاتي إلهي هكو جعلاتو أنكو سلينو نيادة قلبيغا روح ذا لفاها ميل والبعن يعني كجعلي سنو نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنكو سلينو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سودو هذا يا لحزدين ولا حقيرين خير كنا حلا جعلاده حدي أدربتيد سعادة في الدارين أدوية إي آخرة بإنا اللي بعدين نلوش هذا أي كروح سناتو نلوش هذا أي وناك سناتو نلوش هذا أي إفتين إي وناك أي درينتو ولا الكيجيو أخري لبدن سوردوت مالتا جمع ضاعه لبدن سوردوت وحكم ذيهن جواهرتا جوهرات كقرآن كريم كا مالك استو جمعا حداد أخرسو وآد كدكتو راتب ذكري أح أو إسبوع لها داد كدكتو والله ستتعجب يعني وحا الله يابي دونتا يعني نتيجة دو الله يابي دونتا خير كودو الله يابي دونتا فعل كودا إيو سمان تودنا والله يابي دونتا ربنا سبحانه وتعالى وحكو حقي جندونا يعني وحو البؤ جاش وحو البؤ أدربتين وأحوال بو تبانين يسد ربي سبحانه وتعالى وكو حقي جناي وكور ميناي لبدا صورة ضد حديات جمعة كستا أخري سوء أدرات كنغتو رسول كان عليه الصلاة والسلام نو أمانة نو دردار مي وحال رسينا يحسلوني إيا سكينة حاجة هذا ربي وكو قذية باهينا والاقا ساريا فقرية إيا فاقضة إيه مصيبة إيموا كاقاضية رزق ترابضم أي ربي سبحانه وتعالى كوكو أرزاقيا بإذن الله وحو البوح إليه قلبي إيه مرتمي فقلب القرآن هو سورة ياسين سورة ياسين أي قلب إيه مرتمو قرآن كريمك هديات سمح ذي آد أقرسطو إنت آدم بحينو قريقا كنغاقين وحد كبت عددك نسيبك لما لنتعسي علف كان إلهي أويالي كوا إلهي سبحانه وتعالى موهبة إيه هبادة صيي مالتاس أياد كابتحي كوا ربي سبحانه وتعالى وأرزاقه بغير حساب ولا عذاب أياد كابت نوانيسا بإذن الله مالتاس هديهت صباح والباء إيه قلم والباء أدخرسو ربي سبحانه وتعالى سيوكل لك وعوكو وكل لغيا ملك من ملائكته ملك ملائكتي سكمدا
si ay kaaga ilaaliyaan shayaatiin al-insi wal-jin. Adoonka muslimka ah isagoo suuraddaasi akhristay maalintaas haddii uu geeriyoodo wuxuu ka mid noqonayaa biidni illaah hadduu rabbi u qoray subxaana watacaala min ahli aljanna, maxaa yeelay malaa'igta ayaa dembi dhaaf eebba ku weydinaysa, rabbina subxaana watacaala aamiinta ayuu ku kobayaa. Saa darteeda waxaad ka mid tahay kuwa cadaabulqabriga laga khafiifiyo oo nuurka iyo iftiinka ka soo baxa canaan issamaa uu qabrigaada ilaahay ku iftiimiyo. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo dardaarmay xadiis macniisu ahaa in mowtada lagu akhriyo suuratu yaasiin, maxaa yeelay waxay ka khafiifinaysaa dhibaatada cadaabilqabriga iyo su'aalaha ay u fududaynaysaa. Suuratu yaasiin waa kanzi dunya wa naciimi alaakhira, kaydka adduunyada iyo nicmada rabbi subxaana watacaala ee aakhira addoommadiisa uu ugu nimcaynayo jannada. Wataqdii kulla xaajaatika saxba, waxay kuu gudaysaa danahaaga kuwooda adaadag ee aan la gaari karin oo dhan ayaad ku helaysaa. Rabbi subxaana watacaala faqriga iyo faaqada dunyada ayuu kaaga saarayaa oo wuxuu kugu arsaaqayaa risqan midraara, risqi tiro badan ayuu rabbigu siinaya subxaana watacaala. Marka la soo koobo, suuratu yaasiin waa furaha iyo miftaaxa albaabada dhexiran oo dhan rabbi kugu furaya subxaana watacaala ee khayrka badan. Haddii aad maalin kasta aad saddex jeer akhriso, saddex jeer oo isku xigta, ama saddex jeer oo kala tatagsan aad akhriso, waxaad arki doontaa mucjizaadka iyo khayrka maalintaasi ilaahay ku siiyo subxaana watacaala. Waxaad ka dhigan doontaa wardi intaasi ka badan waad akhrin doontaa marka aad la cajaabto oo aad aragto mucjizaadka suuraddan iyo bishaaraadka iyo fatxiga iyo gargaarka rabbi kugu siinayo mashaakishaada adduunyada oo dhanna rabbi kaaga xalinayo subxaana watacaala. Suuradda labaadna waxay tahay oo aad maalintan akhrinaysid suuratu saafaat. Wama adraakum maa hiya haadihi suura, suuradda tan maxaad ka garanaysaan cajaa'ibteeda iyo mucjizaadkeeda? Waxay kaa celinaysaa dhammaan indhaha shariirka ah, arwaaxda shariirka ah, shayaadiinta, xasadka, sixirka, lawaamista iyo taabicada iyo jirka dadka dhibaateeya. Kulli rabbi subxaana watacaala agtaada ayuu ku gubayaa, wuu ku xarqinayaa, dhibaatadooda oo dhanna rabbi subxaana watacaala wuu kaa badbaadinayaa. Gurigii lagu akhriya suuratu saafaat waxay ka dhigaysaa guri ammaan ah oo magenta Allah subxaana watacaala ku jira. Waxay ka dhaqaysaa guriga kulli taaqaati salbiya, taaqaadka xunxun oo dhan ayay ka dhaqaysaa, oo sixirku ka mid yahay, xasadka ka mid yahay, wax walbo xumaana ay ka mid yihiin. Guriga ayay nadiifinaysaa sida weelal oo kaloriin lagu dhaqay oo kale, ayay gurigaada ka dhigaysaa mid nadiifa oo wasakhda iyo xumaanta iyo faqriga iyo dhibaatooyinka oo dhan ayay ka mayraysaa haddii aad laasimto aad akhrisato. Waxay hoos u dhigaysaa suuratu yaasiin qofka walwalka iyo ixbaadka iyo murugada markaasi la soo darista ayay jirkiisa ka khafiifinaysaa. Walwalka ay ka qaadaysaa sacaade iyo farxad ayay ku soo siyaadinaysaa noloshiisa, oo murugada ayay ka dhaqaysaa weeyaan. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo dardaarmay inaan akhrino suuratu as-saafaat xilliga salaada fajirka inaan akhrino, maxaa yeelay waxay naga khafiifinaysaa casabayada ama markaasi neerfaha ama dareenka xun ee qofka uu dadka kale u qaado. Waxay kaa khafiifinaysaa cabbiga murugada, cadaadiska, daqdiga iyo walwalka uu qofka la soo kaco. Waxaa lagaaga dhaafayaa dembiyada oo dhan. Waxay awood u leedahay inay jirkaaga ka khafiifiso wax walba. Faqriga ayuu Allah kaaga qaadayaa subxaana watacaala. Xadiis macniisa ahaa, qofkii akhriya suuratu saafaat waxaa la siinayaa ajar tiradiisu la eg tahay cadad al-insi wal-jin. Waxaa rabbi ka badbaadinaya subxaana watacaala shayaadiinta maradada ah. Rabbi subxaana watacaala wuxuu ka badbaadinayaa shirkiga iyo gaalnimada. Faa'iidada iyo markaasi ee waxyaabaha gaarka suuratu saafaat ay qabato muuqaal kale ayaan idinkugu soo gudbinaynaa, laakiin muuqaalkeena maanta wuxuu ka hadlayaa suuratu yaasiin wa suuratu saafaat inay yihiin laba dirac ama laba derbi ama laba dhufays ama laba xigsiimo oo jirkaaga ka xiga wax kastoo ku dhibaateyn lahaa
إيبك عجبت بعدين أيو دفاع وين أيكو يهين نرش عدنا إيبك وحفدني سبحانه وتعالى وأنا ماشى أي كعج إيمان أيان عاد كه ليسد خير أودن وماشى عاد كه ليسد خير أودن من بعيدا ربي كعجدك سبحانه وتعالى حديث جوك تيسد جمع كستا آخر سد أما مالك استا نرش هذا كم دانا عاد سد جوك تاو آخر سد ربي سبحانه وتعالى ما جرت سؤال دوي دي ستي إلا وكسينا يا سبحانه وتعالى هدي ذهبين كاسين لما تد هذيك سورة ياسين أخرستينا الله سبحانه وتعالى وحكسو صاريا فأنت شهيد هذيك شهيدة أو من شهداء الله شهداء الله كل صاريا سبحانه وتعالى أخري وكوحل علي سورة ياسين ما لنت الجمعة سورة ياسين هي الصافات هذيكو كبلابيا سلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيغك استئي قائب كستو عدربتنا وقبلو ما هل انت الجمعة ده سبحي الجمعة ده وحد أخر نيسا سورة ياسين والصافات هل مر أياد أخر نيسا مركي أدقارتد آيادة بقلادة سورة الصافات ربي هب لي من الصالحين هل كاس أياد استاقيسا ومركاسي وحد نيسا يا الله أياد بقل جير أخر نيسا يا الله يا الله أياد بقل جير كوعل علينا يساويان كدبنا واحد إيبو ويدي سنيسا سبحانه وتعالى حاجة ده يدن تهدى أياد الله ويدي سنيسا كدبنا واحد دم يستريسا سورة ده وحادنا مركي سورة ده دم يسيد كسو قبقبينيسا صلي قنب محمد عليه الصلاة والسلام سدي أد كسو بلاوضي سداس أياد نقوة ديسا جمعة كستا ربي سبحانه وتعالى نرو فرحات بدن عافمات بدن أود بدن أو روحي أي الله كسينا يا سبحانه وتعالى وحا وقتي هذا آت وفلق بدن كم إذا إنا الأخر سيد وقتي هذا صلاة فجرك أما صلاة الصبح إلا صلاة قد بدأ أما بعد العصر إلا مغربك وقتي هذا سيعقوة ناكسا حديها الأخر سيد هذا بأودك دقيق إن شاء الله تعالى ربي سبحانه وتعالى نلوش هذا وعكدك ينوق روح بدن وأتكوخا نعسنتهاي في الدنيا والآخرة هذا يعني أنت عسوه قارتي وحان كوكو داري إيبيهك وانتي ما أنت وقتك كسيي يا ولا الموقالك قارسي بقرها الكالي سيئو قفا إيديستان هذيك أنا نحريس إيبكو سيئو والسلام عليكم ورحمة الله.